الا قولي لي يا اختي، هي مروه لما ترجع وتفتح الخزنه بتاعتها هتعمل ايه؟ هتبهدل الدنيا وتطلب البوليس. انا وانتي بس اللي في بوز المدفع، اولكشي لازم هنتشد. فلازم لما البوليس يجي ويتطقص ويسال ويفتش ما يلاقيش النعمه ظهرت علينا ولا يلاقي الفلوس دي عندنا. انا حدارها كده 3 ايام في البلد، قال يعني بلم فلوس الدين. وانتي يا اختي لازم كل الناس تشوفك وتشهد انك انتي ما طلعتيش من باب البيت من ساعه ما السرقه حصلت. وانت يا اخويا فلوسك هتجيلك وهتاخد نصيبك. طب انا دلوقتي عايز الميكروباص، ولو ما دفعتش للراجل فلوس هيروح عليا، وانا بقى من الاخر عامل الحوار ده كله عشان خاطر الميكروباص. انا ما صدقت وقعته. ممكن تدفع 5 6 آلاف جنيه عربون كأنك كنت محوشه، لكن لو دفعت تمنه كله انت كأنك بتقول للبوليس تعالى اقبض عليا انا الحرام. وقال كانت مستحرمة السريق، ده انت طلعتي معلمة وزعمة عصابة يا نعيمة واحنا مش عارفين. اتوكس يا بت. طب لما البوليس يجي ويفتش، ما الفلوس هنا يا نعيمة. لازم نفكر، عشان كده البوليس مش لازم يلاقي الفلوس دي ولا عندنا ولا عندك. طب بصوا بقى، انا عندي حل. انا الغريب اللي هنا، انا هاخد الفلوس واخفالي 5 6 ايام. لا والله، قلتوا لي بقى ان انتوا عاملين التمثيليه دي كلها عشان خاطر سيكاره ميلها في القرشينات ويكوت. لا والله جميله، ايه الحلاوه دي؟ اتوكس يا حوده، كرم بيتكلم صح. صح يا بت، يا بنت المهفوف انت. احنا نعرفه مين ايه ده يا ده، ولا نعرف له طريق؟ انا هكتب لكم وصل بضعف الفلوس اللي معانا يا حوده، عشان لو هربت تعرفوا تجيبوني وتسجنوني. وانت هتروح فين؟ هروح اي حته، هسبقك على البلد وممكن تبقي تحصليني، هتصرف يا نعيمه ما تقلقيش. نخلص بس من والده وكل حاجه هتعدي بعد كده. بس انت بقى لازم تحلق دقنك دي وتلبس قميص وبنطلون نضاف كده. انت ممكن لو شافوك كده يمسكوك في اي كمين ولا لجنه. انت طلعتي معلمه وقسطه كمان. ما هو كتر النواح يعلم البكا يا اختي.